السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فيديو جديد من قناة وصفات ويوميات فوفة. ما تنسوش تدعموا القناة باشتراك ولايك وكومنتاتكو، وتقولوا لي اقتراحاتكو على الفيديوهات الجديدة اللي هنعملها. وعدتكم ان احنا نعمل الخروف بتاع العيد دون. يلا نشوف الطلبات اللي انا محتاجاها. محتاجة دبابيس بتاعة الطرح الصغيرة دي، ومحتاجة الكحل البودر ده انا مش بستعمله، هعمل بيه اللون الرمادي او الاسود بتاع الخروف. لو عايزة تعمليه بالالوان، انا بستعمل الوان الاي شادو البودر ده عشان انا مش بستعملها اصلا، فبستخدمها في شغل عجينة السيراميك. ومحتاجة ظهر دوسيه زي كده او اي ورقة بلاستيك هشتغل عليها علشان ما يلزقش فيها العجينة بتاعت السيراميك، وعجينة السيراميك اللي احنا سبق عملناها مع بعض وحفظناها في التلاجة. يلا نشوف هنعمل اللون الاسود ازاي. اول حاجة هاخد قطعة صغيرة على قد ما انا هعمل راس الخروف والرجلين بتاعته، ومش محتاجها في اكتر من كده، تمام. واحط عليها جزء من البودرة بتاعت الكحل دي عشان تديني اللون الاسود. كل ما حطيتي اكتر اللون هيبقى اغمق اكتر، انا عايزاه يوصل لدرجة الرمادي الغامق خالص، مش عايزة اللون الاسود. هحط جزء كده من البودر ده واعجنه في عجينة السيراميك، تمام. هخلطه بيها واعجنها كده بايدي مرة تاني، هتديني لحد ما تديني اللون. يعني انا لو عايزة اغمق هحط اللون تاني اغمق، تمام. هعجنها بالشكل ده، ويكون معاك الكريم اللي احنا استعملناه قبل كده علشان البودر هينشف العجينة حاجة بسيطة جدا، وانا مش عايزاها تنشف لحد ما اخلص علشان شغلي بطيء شوية، فممكن العجينة وشها يبقى ناشف شوية معايا، فانا هخلي الكريم جنبي، تمام. هعجنها لحد ما اوصل للون اللي عايزاه. انا عملتها لحد اللون درجة الرمادي دي، انا عايزاها حاجة بسيطة من الكريم جدا جدا، تقريبا مش باينة في ايدي، تمام. هعجن بيها تاني العجينة عشان تفضل معايا لحد ما اخر شغلي وهي طريه، تمام. هاخد جزء صغير كده اعمل بيه راس الخروف، هعمل كل الشغل الاسود مع بعض، يعني هعمل الراس وهعمل الرجلين بتاعه الخروف واجهزها، والشغل الابيض برضو كله هعمله ورا بعض. هعمل الجزء كده دايره، وبعد كده الفها على شكل بيضاوي، اضغط عليها تعمل شكل بيضاوي، واضغط عليها في النص عشان احط فيها العينين بتاعه الخروف، يبقى شكلها مجسم، تمام. بالشكل ده سهله جدا، تمام. عايزه دايرتين صغيرين قد بعض، هعمل بيهم ودان الخروف قد بعض كده. بصي هضغط عليها ابططها من ناحيه، والناحية التانية أضمها عشان تبقى شكل الودان كده، والتانية برضو بالشكل ده. هلزقها في الراس اللي أنا عملتها كده، يبقوا قصاد بعض. التانية هلزقها قصادها، أظبط الشكل يبقوا جنب بعض، قصاد بعض أسفة، تمام كده. ده شكل الراس من غير التفاصيل، العينين طبعا والبق كده. انا خلصت الراس، هعمل الرجلين. الرجلين بقى انا ممكن اعملهم اربع اسطوانات عاديين، بس انا بحب احط الدبابيس عشان تدعم الجسم بتاع الخروف. العجينة لما بسيبها بعد ما بعملها بتنقص شوية، كل ما بتيجي تنشف بتنقص حاجة بسيطة، حاجة مش ملحوظة يعني. بس انا هعمل اربع رجلين قد بعض. الدبوس هيخلي العجينة متحكمة فيها شوية، يعني مفيش رجل هتنقص عن الرجل التانية، تمام. وبتدعم العجينة اكتر، يعني بحس ان المجسم شكله اقيم واحسن. هي مش بتبان طبعا الدبابيس ولا اي حاجة. هقطع اربع دوائر قد بعض، وعلى الدبوس هفردها على نهايته كده، مش لحد النهاية، بسيب جزء من الدبوس ده اللي هيبقى في جسم الخروف نفسه بالشكل ده، تمام كده بالشكل ده، تمام. هعمل اربع اشكال من دول،
اللي هما الاربع رجلين الخروف، سايبه نهايه الدبابيس. خلي اطفالك يساعدوكي بس عند رجل الخروف والدبابيس واستعمالها، يا ريت انت تعمليها وهم هيبقوا فرحانين معاكي. تعالي بقى لجسم الخروف، انا كده خلصت كل اللون الاسود، مش محتاجه حاجه في اللون الاسود تاني. جسم الخروف باللون الابيض، هجيب قطعه من عجينه السيراميك زي كده واكورها، وبعد كده ابططها اعملها شكل مستطيل او شكل بيضاوي بالمنظر ده، تمام. بعدها عايزه اعمل الفرو بتاع الخروف، هجيب من العجينه البيضه واقعد اقطع دواير صغيره خالص، دواير دواير صغيره كتير قوي كتير بالشكل ده، مش لازم يبقى حجمهم كلهم واحد، انا ايدي مش هتقطع كل الاحجام كلها زي بعض، فانا هقطع صغيره مره تكبر شويه بس كلهم قريبين من بعض بالشكل ده. خلي اطفالك يساعدوكي، هيبقوا فرحانين جدا وهم بيعملوا معاكي الحاجه دي، تمام. قطع شويه كتار قوي عشان الفهم كلهم على الجزء المستطيل اللي انا عملته بعجينه السيراميك. اول حاجه هطلع جزء كده بارز من العجينه ده عشان اعلق فيه راس الخروف، تمام، عشان شبك فيه الجسم بعد كده، جسم في الراس. وهبتدي من بعد الجزء اللي انا طلعته ده الف حوالين العجينه الكور دي كلها، دي هتلزق يعني العجينه كلها طريه لسه، فكل ده هيلزق ما تقلقيش. امسك العجينه كده بس بحرص شويه، انا علشان الكاميرا المفروض ان انا اثبتها كده على على الجزء البلاستيك ده واشتغل بيها، تمام. كده حوالين الجزء ده، الجزء اللي تحت ايدي اللي هو بطن الخروف من تحت مش محتاجه، انا عايزه على الظهر بس، تمام تمام الزقهم كلهم، الزقهم كلهم لحد ما اخلص الجسم كله، تمام. انا خلصته اهو بالشكل ده، فاضل معايا برضو اعمل ديل الخروف. نجيب حته كده مدوره من العجينه البيضه كده وابططها لتحت شويه زي ما عملت في الودان بس اكبر شويه، والزقها في مكان الديل، تمام، وارجع اعمل دواير زي اللي انا عملتها قبل كده الفرو يعني، واحطها على الديل. الحكايه سهله خالص وممتعه جدا جدا، يا ريت تخلي اولادك حواليكي كده يعملوا معاكي، كل واحد يعمل الشكل اللي هو عايزه باللون اللي يحبه، تمام. هغطيه كله زي ما انا غطيت الجسم بالشكل ده حبيبي، سهله جدا. نيجي بقى للراس، بيبقى فيها جزء من الفروه، هعمل برضو كور صغيره البيضه دي والزقها على راس الخروف زي ده، تمام، مش كتير، هعمل حبه قليلين قوي شكل كده، هلزقهم من فوق هلزق حبه يبانوا على راس الخروف بالشكل ده. فاضل بقى معايا التفاصيل العينين والمناخير وان انا الزق باقي الجسم، تمام. هجيب دايرتين ابيض صغير من اللي انا عملتهم قد بعض، بس يكونوا قد بعض لان دول الاتنين عينين، تبقى مدوره كده واضغط عليها تدي الشكل البيضاوي، والتانيه برضو اضغط عليها تدي الشكل البيضاوي، والزقها في وش الخروف في الجزء اللي انا ضغطت عليه وتنيته، تمام، في الجزء المجسم. معلش الفيديو فصل، هعمل العيون تاني دايرتين قد بعض واضغط عليهم اديتني الشكل البيضاوي والزقها، وهجيب برضو من اللون الاسود اللي انا عملته دايرتين صغيرين جدا، خرز صغير قوي، هعملها خرزتين صغيرين قوي عشان يعملوا النني بتاع عين الخروف، تمام، والزقها بالشكل ده، صغيرة اصغر منها بكتير، تمام، والتانية برضو. وبالقلم، بالقلم في الجزء البارز اللي من قدام هعمل خرمتين كده في العجينة كأنهم مناخير الخروف، ويفضل معايا ان انا اجمع اجزاء الخروف دي كلها في بعض شكل ده. كده كل تفاصيل الخروف موجودة، فاضل ان انا اجمع العجينة اللي انا عملتها دي كلها وجسمه، تمام. هبدأ بالرجلين،
خلي بالكم يا حبايبي، لما نيجي ننشف العجينة مش هوقف الخروف على رجليه، لان كل دي عجينة لينة لسه، فانا الخروف هيبقى ما نايم على الجنب يمين مرة، ما نايم على الجنب الشمال مرة، انا هبقى اقلبه في كل مرة، لان العجينة لو سبتها على وضع واحد هتتبطط، والمعالم اللي احنا عملناها فيها بارزة دي كلها هتروح. فلحد ما العجينة تنشف ممكن تاخد يومين. هو اول كام ساعة هي دي اللي اهم حاجة، ان انا اقعد احرك العجينة مرة شمال ومرة يمين من غير ما اضغط عليها. هحط رجلين الخروف بس يكونوا كلهم في سوا واحد، احاول اظبطهم واظبط مكانهم كويس. فاضل معايا راس الخروف، طبعا هينشف على الوضع ده اللي هو على جنبه كده، مرة على الجنب اليمين واغير الجنب الشمال تاني كل نص ساعة، كل على قد ما اقدر، كل ما احركها اكتر كل ما انا حافظت على تفاصيل اللي انا عملتها اكتر. هحط حتة عجينة سيراميك كده الزق بيها الراس في الجسم، تمام بالشكل ده. هوريه لكم بعد ما ينشف شوية هينفع يقف ازاي، انما كده هو العجينة بتاعتي او الرسمة بتاعتي كده خلاص تمام، فاضل بس تنشف. هحركها مرة شمال ومرة على الجنب التاني، تمام، لحد ما تنشف خالص. بعد ما تنشف ممكن ادهنها بورنيش لو عندك، وممكن تدهنيها بمقوي اظافر بالشكل ده بعد ما خلصت. ما تنسوناش من اشتراكاتكم ودعواتكم.